الأثرية. يسعدنا الترحيب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ جهاد ياسين، مدير عام المتاحف والتنقيبات الأثرية في وزارة السياحة والأثار. أهلا وسهلا فيك، أستاذ صباحك. صباح الخير. صباح الخير لكافة الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية أستاذ جهاد، دعنا نتحدث عن رؤية الوزارة الحقيقة في إقامة مجموعة من المتاحف والاهتمام بها خلال السنوات الماضية. كان هناك يعني كان واضحا هذا الاهتمام، وأيضا التركيز على تعزيز هذه الثقافة لدى المجتمع. حدثنا عن هذا، هذه الجهود أكثر. للمتاحف دور هام في تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي لدى الجمهور الفلسطيني، وخاصة طلاب المدارس، بأهمية التراث الثقافي الفلسطيني الذي يتميز بغناه وتنوعه عبر العصور، حيث يمتد تاريخ فلسطين على هذه الأرض لأكثر من 1,000,000 عام مستمرة حتى الوقت الحاضر. شهدت العديد من الحضارات، ونتيجة لإهمال الاحتلال لهذا الدور، حيث تغيبت المتاحف عن فلسطين طوال فترة الاحتلال، باستثناء بعض المتاحف التي أنشئت بمبادرات من جمعيات ومؤسسات وطنية في ظل غياب سلطة وطنية وفي ظل غياب وزارة تهتم في هذا المجال. كان لابد من إعادة الاعتبار لهذا القطاع الهام الذي يعكس الهوية الفلسطينية، حيث قامت الوزارة بإنشاء العديد من المتاحف مواكبة للتطور العلمي في هذا المجال في كافة المحافظات. وكان الهدف الأساسي من هذه المتاحف تعزيز ثقافة زيارة المتاحف، تعزيز ثقافة زيارة المؤسسات الثقافية والتفاعل مع تاريخنا وحضارتنا، تقديمه بشكل يليق به من قبل طواقم فلسطينية تقوم بالشرح وتقديم المعلومات الصحيحة للجمهور الفلسطيني حول تاريخنا وتراثنا. حيث قامت الوزارة بإنشاء عشرات المتاحف في كافة المحافظات، وكان التركيز في المرحلة الأخيرة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم وإنشاء متاحف تخدم العملية التعليمية بشكل تفاعلي ما بين الوزارتين والطلبة، حيث قامت الوزارة بإنشاء متحف متنقل، وهذا المتحف يعرض في المدارس بطريقة تفاعلية، وتقوم الإدارة والهيئة التدريسية والطلبة بإدارته بالتعاون مع الطلاب، يقدم معلومات تاريخية حول آثار فلسطين عبر العصور من خلال مجموعة من المواد الأثرية التي تم العثور عليها من خلال التنقيبات في فلسطين. هذه المواد تعطي مادة عملية علمية للطلاب تعرف، وهذا مهم جدا. أكيد أستاذ جهاد، نتحدث عن متحف العيزرية، نحكي هذا المتحف الموجود في شرق القدس واللي كمان له طابع خاص، يعني طابع مقدسي بطابع العاصمة. نتحدث عن تاريخ إنشاؤه، أيضا ماذا يحتوي، وصولا إلى الجولات والجهود لدائما إنعاش وأحياء هذا المتحف. يعني هذا المتحف من النماذج للمؤسسات الثقافية والمتاحف الناجحة. تم إنشاؤه في بلدة العيزرية بالتعاون مع بلدية العيزرية، وهذا المتحف بالرغم من صغر حجمه إلا أنه لاقى تفاعل كبير من الجمهور في العيزرية ومن قبل طلاب المدارس والمخيمات الصيفية. يعرض تاريخ العيزرية، حيث أن العيزرية من المدن الهامة من الناحية السياحية في فلسطين، حيث تعتبر رابع أكبر المواقع التي يتم زيارتها من قبل السياحة المحلية والدولية. تقدر أعداد السياحة في بلدة العيزرية حسب إحصائيات البلدية والوزارة حوالي 400,000 سائح، معظمهم من السياحة الدولية تقوم بزيارة العيزرية. ارتأينا كوزارة وكبلدية لإنشاء هذا المتحف في أحد المباني التاريخية حتى يقدم صورة مفصلة، بالإضافة إلى مركز الاستعلامات الموجود حول تاريخ البلدة في العيزرية. يحتوي على مواد تم الكشف عنها في بلدة العيزرية عبر من خلال الحفريات التي قمنا بها ومن خلال المواد التراثية الموجودة لدى المجتمع المحلي. هذه المواد تعكس تاريخ العيزرية منذ
أقدم العصور حتى الوقت الحاضر. نعم جميل جدا، ونشاهد مجموعة من الصور أيضا أستاذ جهاد، سواء مع الخبراء والمختصين، وكذلك طلبت المدارس اللي يعني كمان في فترة المدارس كانوا يزورون هذه المتاحف. خلينا شوي نتحدث عن هذا التعاون بين وزارة السياحة والوزارات المختلفة أيضا، بحيث أن تكون هذه المتاحف مفتوحة ووجهة لكل المهتمين وأيضا للطلبة لتوعيتهم بمثل هذه المتاحف وما تحتويه من أثار وتاريخ. يعني في هذا المتحف هناك نقلة نوعية في نوعية الزيارة، نخرجنا عن الزيارة التقليدية للمتحف إلى نشاطات تفاعلية، حيث يقضي طلبة المدارس وقت أطول ويكون هناك نشاطات موازية للشرح حول المتحف عن موضوع معين، يقوم خبراء متخصصون بإجراء شروحات حول موضوع معين بالإضافة إلى الشرح عن تاريخ المتحف، وجولة في بلدة العزرية للتعرف على التاريخ العريق لهذه البلدة. التركيز بشكل أساسي يكون على طلاب المدارس سواء في أوقات الدوام المدرسي أو من خلال المخيمات الصيفية التي تنظمها المدارس والجمعيات العديدة الموجودة في العزرية. ولقي هذه النشاطات لقيت تفاعل وإقبال ونتائج مهمة جدا، حيث عززت الوعي لدى الجيل الناشئ والجمعيات النسوية بشكل كبير بأهمية تراثنا، ومعلومات مفصلة حول مراحل مختلفة ومواد مختلفة من المواد واللقى الأثرية المعروضة في هذا المتحف. نعم أستاذ جهاد، نتحدث أيضا على التقنيات الحديثة اللي دخلت عالم المتاحف، نحكي الشكل التاريخي الأثري الجميل اللي بتعتمدها وزارة السياحة في بناء وتطوير هذه المتاحف، بالإضافة إلى دخول الرقمنة، واليوم نحكي عن العديد من المحطات التقنية الموجودة، بالإضافة إلى الترجمات بلغات مختلفة لمعرفة السياح بتاريخنا وقضيتنا أكثر. نعم، خاصة بعد جائحة كورونا والانتقال إلى التعليم عن بعد، قامت الوزارة بالتعاون مع اليونسكو ووزارة التربية والتعليم بإنشاء متحف فلسطين الافتراضي، حيث قامت بعرض مجموعة من المواد الأثرية بالتقنيات حديثة وشروحات باللغتين العربية والإنجليزية. هذا المتحف يمكن أن يعرض في المدارس وهو موجود على موقع الوزارة، ويمكن لأي فلسطيني وأي سائح أو أي زائر من العالم لم يتمكن من زيارة فلسطين بالاطلاع على تاريخ فلسطين عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتطوير المتاحف الموجودة لديها والانتقال من طرق العرض التقليدية والكلاسيكية إلى طرق العرض التفاعلية، والتي تعتمد بالإضافة إلى الشروحات المكتوبة إلى التقنيات الحديثة في توضيح طبيعة الآثار والتاريخ الفلسطيني وطبيعة المواد المعروضة من خلال عرضها بالتقنيات الـ 3D والـ VR. وهذه التقنيات تساعد الأجيال الشابة في فهم أوسع لتاريخنا، حيث تتناسب مع طبيعة اهتماماتهم المعاصرة. نعم جميل أستاذ جهاد، يعني فيما يتعلق أيضا بتوضيح ما يحتويه هذا المتحف والمعلومات الموجودة لكل قطعة إلكترونيا، هل هذا موجود على صفحة وزارة السياحة كمان لكل الناس اللي أو كيفية الوصول حتى لهذا المتحف في العيزرية، أوقات دوامه، ما هي على مدى يحتوي، كل هذه التفاصيل موجودة على موقعكم؟ نعم موجودة على موقع الوزارة، بالإضافة إلى كافة المتاحف، معلومات مختصرة حول كافة المتاحف، أوقات الدوام وطبيعة المواد المعروضة، بالإضافة إلى المتحف الافتراضي أيضا. نعم أستاذ جهاد، نحكي عن الجانب الاقتصادي والداعم دائما، تحدث عن السياحة الدولية هي رافد سياحي لاقتصادنا الوطني، ومن وجود هذه المتاحف هناك أيضا العمل دائما على تطوير الجانب اللي بيكون له علاقة بالمدخولات لوزارة السياحة وأيضا لاقتصادنا الوطني، كيف ممكن نعززها من خلال دخوليات أو أمور مختلفة تعود بالفائدة على اقتصادنا وأيضا على الاقتصاد المجتمع من خلال البازارات والتراث الذي يباع في المحطات التراثية التي تباع في المتاحف؟
نعم، يعني السياحة هي رافد أساسي للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وفلسطين تعتمد بالدرجة الأولى على مواقع التراث الثقافي والديني، حيث قامت الوزارة بتطوير العديد على العشرات من المواقع وتهيئتها من حيث البنية التحتية وتطوير هذه المواقع لتكون مهيئة لاستقبال السياحة الدولية والسياحة المحلية. عندما يتم تطوير أي موقع يعزز بمراكز استعلامات، بمتاحف توسع من عملية الفهم والمعرفة حول هذا الموقع، بالإضافة إلى تزيد من مدة إقامة السائح في تلك المواقع، وتشجع الوزارة بالإضافة إلى ذلك على عمليات الاستثمار. حيثما يوجد سياحة تزداد عملية الاستثمار في مجال السياحة، من حيث المطاعم السياحية ومواقع بيع التحف الشرقية وكل ما له علاقة بهذه التجارة السياحية. وأثبتت التجارب أن السياحة تعزز الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في مدينة كمدينة بيت لحم في العزرية وفي أريحة، حيث تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية. نعم أستاذ جهاد، يعني فيما يتعلق بالسياحة الآن، هل تحسن وضعها بعد أن تعثرت قليلا بسبب جائحة كورونا، وما نسبة هذا التحسن؟ في عام 2019 قبل كورونا، حسب منظمات السياحة العالمية، كانت فلسطين من أكثر الدول نموا من حيث أعداد السياحة، وهذا لمسناه كوزارة من حيث نسبة الإشغال في الفنادق الفلسطينية، حيث كانت نسبة الإشغال تقريبا 100% في كافة الفنادق أو المنشآت السياحية الفلسطينية، تراجعت إلى صفر في خلال جائحة كورونا. لجأت الوزارة إلى تعويض ذلك بالاتجاه إلى السياحة الداخلية، وتمكنت من يعني إلى حد ما من تعويض النقص الذي حصل من خلال السياحة الدولية بالاعتماد على السياحة الداخلية. لكن بعد انتهاء أو تقريبا انخفاض نسبة الإصابات في بالجائحة والسماح بالسفر، بدأت تتعافى حركة السياحة في فلسطين، والآن تشهد نمو بطيء مقارنة مع ما كان موجود بالعام، ولكن متصاعد، يعني لكنه متصاعد ويبشر بخير. نعم. فالتقارير الواردة خاصة من مدينة بيت لحم تشير إلى أن الوضع بدأ يعود إلى سابق عهده. جهودكم مشكورة أستاذ جهاد، طبعا فخورين بهذا العمل، ونعتز بهذه المحطات من المتاحف والأبنية التي تحمي إرثنا الوطني. شكرا لوجودكم معنا، ونلقاكم إن شاء الله بمحطات منوعة أخرى. شكرا لكم. شكرا لك. إذا مشاهدينا مكملين معكم محطاتنا من فلسطين هذا الصباح، ونذكر أنه بإمكانكم أيضا متابعتنا عبر البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، تحديدا صفحتنا على الفيسبوك فلسطين هذا الصباح. أكيد كلمة صباح الخير لا كلمة لها بصمة وطابع، وممكن الواحد بيبدأ صباحه بكلمة صباح الخير. وصباح الخير من كل محافظات فلسطين، ومنكمل وإياكم في محطاتنا الصباحية. عليك الخير يا بلدنا يا زين.